السلام عليكم. مباراة مصر ضد الرأس الأخضر اليوم، نرجو وضع اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم منه كل جديد ونستمر معكم البث بدون تقطيع. يستعد المنتخب المصري لكرة القدم لخوض مواجهة مصيرية أمام منتخب الرأس الأخضر ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 المقامة حاليا في كوت ديفوار. ومباراة مصر والرأس الأخضر والذي يعد من اللقاءات المنتظرة ضمن كأس الأمم، حيث يضرب المنتخبين موعدا اليوم في المباراة المصيرية بين مصر والرأس الأخضر في كأس أمم أفريقيا. وبعد دقائق قليلة من الآن سوف ينطلق الشوط الأول ويختتم المنتخب المصري مبارياته في دور المجموعة بمباراته مع الرأس الأخضر في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة قبل تصفيات الثمن النهائي. ومن المتوقع أن تشهد مباراة اليوم معركة كروية بين كل من المنتخبين، حيث يحتاج الفراعنة إثبات مهارتهم وتحسين وضعهم في تلك البطولة وسحب الثلاث نقاط لضمان التأهل، كما يرغب الرأس الأخضر بتثبيت صدارة للمجموعة. نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني المصري. مشاهدة ممتعة لحضراتكم، نرجو وضع اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم منا كل جديد ولاستمر معكم البث بدون تقطيع.